البي سي 16/6/2012 سقط اليوم ما يزيد عن 7 شهداء في المدينة، وقد أصيب أكثر من 20 جريح وهم الآن في المشافي الميدانية. نحن الآن نصلي على الشهيد محمد عبد الرزاق طه الذي قذف القصف العشوائي على المدينة. الصلاة تتم داخل المنازل خوفا من سقوط القذائف على المصلين، وكمان الآن نحن نقبر هذا الشهيد حاله كحال كل شهداء المدينة داخل الحدائق في ضمن المدينة بعيدا عن المدافن النظامية خوفا من تساقط القذائف على هذه المدافن. القصف لا زال مستمرا كما تسمع الآن، القصف ما زال مستمرا، أصلا القصف ما صار القصف مستمر منذ أكثر من 10 أيام على مدينة تلبيسي. سقط في هذه الحملة ما يزيد عن 50 شهيد في المدينة، قد جرح وأصيب أكثر من 200 شخص بينهم أطفال ونساء وشيوخ.